أهم الأخبار في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. السودان وبايدن يؤكدان الالتزام بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين. السفيرة الأمريكية تقول الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز سيادة العراقي وأمنه. كتلة السيادة تستنكر الاعتداء على ممثليها في ديالى وتطالب بالقانون والحماية. أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين العراق والولايات المتحدة. بيان مشترك ذكر أن الرئيسين ناقش التعاون الشامل بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي واتفق على أهمية العمل لتعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام السيادة. وبحث السوداني مع والي ديما وكيل وزارة الخزانة الأمريكية التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات المالية والمصرفية والإصلاحات الاقتصادية. وذكر بيان حكومي أن السودان استقبل ديمو في مقر إقامته بواشنطن، حيث أكد جانبان إمكانية العمل على إعادة تأهيل المصارف الخاضعة لإجراءات الخزانة. ووافقت الولايات المتحدة على إبرام صفقة تخص طيران العراقي بقيمة 140 مليون دولار لدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي الطائرات والمعدات. وذكر السوداني عبر خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي على الاهتمام بالحصول على الخبرات والتسليح والتجارب والحرص على الشراكة الأمنية. هذا وقالت السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوفسكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز سيادة العراق وأمنه واستقراره. وفي تدوينة لها عبرت رومانوفسكي عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع وزير الدفاع لويد أوستن مع السوداني لمناقشة العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والعراق. استنكرت كتلة السيادة النيابية بأشد العبارات ما تعرض له النائبان مضر الكروي وناهد الدايني من تهجم وتهديد من خارجين عن القانون في ديالى. بيان الكتلة حمل القيادات الأمنية في بغداد وديالى مسؤولية أمن النواب وأعضاء مجلس المحافظة، مطالبين بتطبيق القانون وإنفاذه واختيار محافظ جديد. للمزيد تابعوا منصات يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.